بين السلطة والثروة. ازاي رجال الاعمال كانوا بيخشوا مجلس الشعب عشان ياخدوا الحصانه وبيمارسوا الفساد وبيمارسوا كذا، وده كان موضوع شائع في اعمال كثيره غلطت في الفتره الماضيه. انا اتصور ان هذه الموضوعات بعد ثوره يناير لابد ان يوضع امامها، توضع كده من قوسين، وان نسال انفسنا ماذا يمكن ان نقدم في المرحله القادمه. لا أخفيكم أنني فيما كنت أقدم مثلا قاسم أمين أو علي مبارك أو مشرفة كنت أسبح ضد التيار، والمسلسل بنقاتل من أجل أن يظهر للنور، لأنه يعني مين يهمه مشرفة؟ ده يعني حروف وقع ربما ما تصدقهاش، بيطرحوا في لجنة كده في الاتحاد للدراما كل شركة من الشركات تبع الوزارة ونحن هنعمل كذا. فمدينة الإنتاج الإعلامي بتقول إحنا هنعمل سنة مسلسل عن دكتور مشرفة. فأكبر ناس في الجلسة قالوا مين مشرفة؟ تخيلوا المصيبة السوداء لما يبقى أكبر ناس في الاتحاد الإذاعة والتلفزيون بيقول مين مشرفة؟ يبقى ده يبين قد إيه فكرة إن واحد يقدم عمل عن مشرفة أو غير مشرفة عن عمل جاد يبقى يسبح ضد الخلاف. ويكفي أنكم تعرفوا أنه مثلا مسلسل قاسم أمين خد له حوالي 4 سنين، مسلسل مشرفة من 2006 يعني السنة الخامسة دول. والخلاف بقى اللي في النص، والواحد يضطر أحيانا ياخد المسلسل من الشركة دي ودي الشركة دي، إنه هم يبصوا الأعمال دي إنها أعمال يعني بالنسبة لهم لا هيجيبوا لها غلع بلازي ولا هيجيبوا لها مش عارف الشباب ترافيس ولا حد من دول، فيبقى يعني المسلسل هيبقى ناشف مش طالب، هم عايزين حاجة كده تخلي ده الواقع الجميل اللي كنا بنعيشه، واللي ده قد إيه المسائل كانت تبتعد عن الفكرية بأقصى مسافة ممكنة في إنه الأعمال الجادة للمخلوق. أما أتصور أن في المرحلة الجاية لابد أن تتغير الموضوعات التي تتناولها الدراما. بالمناسبة حاليا دي مشكلة كل الشركات التي تستعد لتقديم مسلسلات في رمضان القادم توقفت، بالمناسبة توقفت باختيارها مش أي حاجة تانية، لأنها اكتشفت ان الموضوعات اللي هتقدمها ما تنفعش دلوقتي. خلاص هيعملوا الموضوعات دي ويقدموها ما حدش هيتفرج عليها، وهيقولوا بآلات علم يتقدم بعد الثوره. فكله لم نفسه. وانا شفت من حوالي اسبوعين بالصدفه كده انا ماشي، كانوا عاملين ندوه او يعني كان الدكتور زبير عامل لقاء مع اسره مسلسل مشرف، واحنا ماشي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والراجل المسؤول عن الدراما، وهما الاثنين بيقولوا لبعض ايه؟ طب علينا ليه بعد دلوقتي احنا هنقدم مسلسلات ايه؟ مسلسلات الإعلام كلها ما تنفعش. فقالوا عندنا مسلسل ممكن ينفع. مسلسل بقى شركة طويلة وعريضة صفصفت المسألة، يعني تقدم كل سنة مثلا 7 أو 8 مسلسلات، انهم عندهم مسلسل ممكن ينفع. الشركات الثانية ما بتقدمش، استطاعة الإنتاج لحد دلوقتي تقريبا متوقف تماما. لأن المسألة محتاجة على نظر إيه اللي يتقدم وإيه ما يتقدمش. فالموضوعات لابد أن يعاد صياغة النظر، ولابد أن يوضع في الاعتبار إحنا عايزين إيه؟ رايحين فين؟ يعني إحنا بنقول إحنا في عصر العلم، إذا لما نقدم شخصية غير مشرفة، شخصية عالم، ما تبقاش مستنكرة، ما نقعدش نقاتل عشان نقدم، لأن يقول لك مين ده؟ لما نكون عايزين نقدم قيم إيجابية، نقدم أعمال ذات هدف بناء، ما تبقاش المسألة مستقرة، ما تبقاش المسألة كلها مخدرات ورقصات، لأن مش هو ده لا التاريخ المصري ولا الواقع المصري. النقطة الثانية اللي لازم تتغير في الدراما في الفترة المقبلة نمط الإنتاج، لأنه الأعمال الدرامية في الفترة اللي فاتت كلها مرتبطة بشيء أساسي اسمه الإعلام، والإعلام مرتبط بالمجد،
وبالتالي فالمجد ده هو الاله الذي يعني يجب ان يقطع له الجلد. لتفسره في المسلسل تفصيل، انا اذكر مجرد حوار بيني وبين احد المنتجين بعد وفاه جليل محفوظ، يقول لي ما عندكش فكره كويسه؟ قلت له والله انا بفكر حاليا ان انا اعمل مسلسل عن روايه لجليل محفوظ اللي هي، بس الروايه دي نقطه بتوعها ايه؟ ولا حتى ما سالش عن اسم الروايه ولا اي حاجه، قلت له يعني هيبقى فيها بطلين رئيسيين وبعدين شخصيات. قال لي ما تعملش بقفر واحد. فاستغربت كده. قلت له ليه لا؟ قال لي اصل انا عندي مسلسل بيحيى الفخراني. لو عندك مسلسل بيحيى الفخراني انا اخد منك فورا. كنت جايبين مساله لا سال عن اسم العمل ولا سال عن بيقول ايه ولا سال عن اي حاجه خالص، هو اللي يهمه الشخصيه الرئيسيه فيه بناس بيحيى الفخراني ولا ما اسموش. يعني الى هذا الحد الامر وصل. مش كده وبس، بس عادي يبقى العمل مكتوب، مسلسل مكتوب، ويقولوا المسلسل ده ينفع فلان فلان احد النجوم او احدى النجوم. لكن خلينا نتكلم في مسلسل محدد. مسلسل كان ينفع مسلسل تاريخي قالوا ينفع احد النجوم الكبار، فجاب ده اراه فقال مسلسل كويس، بس هو مش موجود في معظم، يعني هو لازم موجود في معظم المشاهد وموجود يعني في مشاهد مش موجود فيه. قالوا له لكن هات كتابة المسلسل عشان يبقى موجود في معظم المشاهد. وبالفعل المؤلف عاد كتابة المسلسل عشان يحط البطل في معظم المشاهد. حتى يقولوا الضرورة الدرامية ولا الفن، لا هو المال لازم يبقى موجود في معظم في المشاهد. وكلام النجم هنا أوامر. ونفس المسألة طبعا لو المسألة كان لو البطل كان نجم. يبقى دلوقتي عندنا المجد هو الاساس، محدش بيفكر بعد كده هو هيقدم ايه، يعني ده الخلل كده بحطه بالعربيه قدام الحصان. الشيء الطبيعي في اي حته في الدنيا انه الاول يبقى فيه نص، نص بيقدم فكر، بيقدم فن رفيع، بيقدم قيمه، وبعدين النص ده هو اللي هيخلق او اللي هيرشح ابطال. اما اننا نقلب المساله وتخليها انه الاول النجم وبعدين النص او اي حاجه، بالمناسبه مش النص بس، حصل الموسم اللي فات فرد عاطف كان احد المطربين بيعمل مسلسل، فالمخرج بيقول له لا تعمل كذا وتسوي كذا، قال له انت مين؟ انا المسلسل ده بيبيعوا اسمي، انت مين؟ انا المخرج، قال له جبر. وما تستغربوش ان المخرج روح جابه ايه؟ المخرج روح جابه ايه؟ المطرب مش عارف. المخرج هو الكياكي اللي عمل كله. لا 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 الكلام ده بيبقى النجم مش هو الاساس، لكن بقى النجم هو الاساس هم بيعين باسم النجم، يبقى النجم بيمشي اي حد. النجم احيانا على فكره مش بيمشي المخرج بس، ده بيرد ده بيشارك في ترشيح الممثلين والممثلات اللي هيمثلوا معاه. يعني النجم هنا هو كل حاجه. الاعتبار التوزيع يتم باسمه. ده خلل قائم حاليا، وهذا الخلل لابد من علاجه. لابد من ان نعود مره اخرى لفكره النص اولا. من غير ما يبقى في نص اولا يبقى الامور هتفضل كمان. انا اذكر انه اول مره في كان مسلسل الدين بارك. انا ما لا اعرف الحكايه العالمي ولا اعرف اي حد في القطاع الانتاج. لكن هم بصوا للنص، لقوا نص كويس، جابوا لك العالمي. الحكايه العالمي عمل النص زي ما شفتوش. فاثناء التحضير كان المفروض هنبدا بمحمود عبد العزيز ونور الشريف. الاثنين اعتذروا. لكن لاننا من طريقه التفكير انه مش النجم هو الاصل هنا، الاصل هو النص. في الاخر وصلت الى احمد دهير ونميل الحلفاوي. والاثنين من خلال النص بقوا عندنا. المهم هنا انه كان في نص قوي يقول بيقدم شيء احترام ممكن يقدم بالتالي هجوم على حس هذا النص. اما المساله اتقلت وربما احنا دلوقتي لما نبص ونتكلم عن المسلسلات الشعبيه
المسلسلات السورية تتابع الكلام اللي أنا بقوله ده، اللي تطور النص وبعدين المخرج المبدأ وبعدين الممالك الأداء. أنا ممكن أشيل الممثل ده وأجيب إيه؟ وده شيء طبيعي جدا، فاهم إيه المشكلة؟ برضه مهم إنه في نص وفي مخرج عنده رؤية إبداعية هيجسد بيها هذا الكلام. أنا أتصور إن دي النقطة الثانية التي لابد من تغييرها في الدراما في الفترة المقبلة بعد دولة 25 أيضا في أشياء لابد أن نضيفها ونحن نتحدث في هذا الصدد. نمرة واحد، إنه انقطعت الصلة بين العاملين في مجال الفن وبين ما يحدث في الخارج. دلوقتي الأكاديمية بتاعتنا هي آخر حدودنا، الولاد يتعلموا في معهد السينما أو في معهد المسرح، والسلام عليكم. هذا الكلام لابد أن نتجاوزه. ليه؟ لأن احنا دلوقتي لما نستعين بالمخرجين السوريين والأردنيين والكوانسة نستعين بهم لأن بدلهم ما يقدمونه وهو مختلف عما يقدمه المخرجون المصريون. هم درسوا بره، شافوا الدنيا فيها ايه، جايين بفكريات جديدة غير موجودة لدى المخرجين المصريين الذين لم تفتح لهم الفرصة لمشاهدة ما يحدث في العالم. فأنا أتصور أنه في الفترة القادمة لابد من كسر حاجز المحلية وإرسال العديد من البحوث إلى الخارج للدراسة وكي تعرف ما يجوز في الدنيا. لما التلفزيون العمل بعده حسين كمال راح فرنسا، يحيى العلمي راح ألمانيا، محمد فاضل برضه طلع درس بره، كل حد طلع في ناحية، كل ده ليه حدود مرسي راح درس في أيضا في فرنسا. في كذا واحد طلعوا الممثلين أيضا طلعوا درسوا بره. لما رجعوا كلهم رجعوا بأشياء جديدة ما كانش يعني يمكن أن تتاح لهم لو هم قعدوا هنا وحصوا نفسهم في الحدود الضيقة. الحقيقة إنه مسألة كسر البعد المحلي ده ما نخلوش مسيطر علينا ونعزل نفسنا عن مع ما يحدث في العالم، ده شيء ضروري جدا، والا هيبقى في مزيد من التراجع امام ما يحدث، مش هقول في العالم، امام ما يحدث في الوطن العربي نفسه اللي حوالينا، اللي احنا بنقول احنا رواد واحنا كده، اصلا كنا رواد، لكن دلوقتي احنا بنتراجع وهناك من يتقدم. دي مساله الحقيقه مهمه جدا، كما انه من المهم ان تتطور المعاهد الفنية لكي تخرج خريجا قادرا على ان يستوعب ما يحدث في العالم حوله. اتصور ان هذه الاشياء لابد ان توضع في اعتبارنا ونحن نتحدث عن دراما المستقبل. مساله الكم والكيف التي يفترض ان نتحدث فيها، انا اتصور انها مسألة مرتبطة أيضا بأمور المسألة دي مرتبطة بأمور مش كلها مسألة تجارية، لكن زمان لما كان القنوات الأرضية فقط، يعني عندنا هنا القناة الأولى والقناة الثانية والسلام عليكم، كان لابد يبقى الانتاج مناسب لان احنا عندنا قناه والقنوات الارضيه، القنوات الارضيه العالم بيشاف في مصر لكن مش هتشاف لا في السعوديه ولا في الخليج ولا في المغرب العربي.